الملعبية ممكن مش فاهمين حاجة، نحكي على ملعبية وقت اللي يلعبوا في فريق كبير ما مش فاهمين شنية الجماهير طالبة منهم. صحيح راك وقت اللي تنتصر يفرح الجمهور، لكن النشوة متاع الجمهور، الشيخة متاع الجمهور وقت اللي تلعب ضد فريق، سمحوني في الكلمة، منيش نحكي على مستقبل الرجيش اليوم، نحكي على فريق كبير وقت اللي يلعب ضد فريق آخر أو فريق متواضع أو فريق يلعب على تفادي نزول أو اللي هو، وقت اللي يلعب ضد فريق متواضع سمحوني في الكلمة يفتقوا من بعض، ما يفهم حتى شيء. توفى المقابلة 3-0 4-0 5-0، هذه الشيخة متاع الجمهور. الجمهور يحس بالرسم يقول لك هو الفريق متاعي اللي فرحني واللي شيخني واللي يحسني مغاير ومخالف على بقية الجماهير، يحسسني اني عندي فريق كبير، اني عندي فريق عنده تاريخ عنده ألقاب كبيرة. لكن وقت اللي تربح له هدف لصفر كيف ما انتصر اليوم النادي الإفريقي على مستقبل رجيش، صحيح الجمهور يبدأ فرحان، لكن في نفس الوقت يبدأ خايف. يقول لك الأداء اللي ظهر به اليوم النادي الإفريقي والانتصار اللي انتصر به، زعمة فين باش يوصلني؟ زعمة يفرحني في البلايوف؟ زعمة يطمني في البلايوف؟ هذا المشكل اللي يزموا يفهموه الملعبية اللي يلعبوا في أندية كبيرة كيف النادي الإفريقي لطوال الترجي الرياضي والنادي الرياضي الصفاقسي. السلام عليكم. مازال تفصلنا جولة واحدة على مرحلة التتويج على البلايوف والتشويق والتنافس على أشده في أسفل الترتيب وفي أعلى الترتيب، في المجموعة الأولى وفي المجموعة الثانية، وخاصة في المجموعة الأولى. اليوم النادي الإفريقي ينتصر هدف لصفر في ملعب رادس على مستقبل رجيش. الترجي الرياضي التونسي يتعادل هدفين لهدفين أمام اتحاد تطاوين. في تطاوين النجم الرياضي الساحلي يتعادل صفر لصفر أمام هلال الشابة في الشابة، والنادي الرياضي الصفاقسي يتعادل في آخر دقائق المقابلة أمام أمل حمام سوسة هدف لهدف. نبدأ مباراة النادي الإفريقي. إلى حدود مباراة اليوم أمام مستقبل رجيش، النادي الإفريقي نجم ونخزروا له من زوز جوانب. الجانب الأول الفريق اللي عمل 4 مقابلات إيجابية، فريق ينتصر على مستقبل سليمان في سليمان، فريق ينتصر على سيدي بوزيد في رادس، فريق يعود بتعادل أمام اتحاد بن قردان، واليوم ينتصر على مستقبل رجيش. يعني من أصل 12 نقطة جاب 10 نقاط، يعني فريق رجع للانتصارات، فريق رجع للسكة الصحيحة، فريق إيجابي نوعا ما رضى الجماهير متاعه، فريق تأهل للبلايوف وممكن يتأهل في المرتبة الثالثة لو ينتصر في المقابلة القادمة على الأولمبي البيجي في بيجا. هذا من جانب، هذا الجانب الإيجابي. من جانب آخر اللي شاهد المقابلة يعرف أنه مشكلة ملعبية النادي الإفريقي مش ضغط الجماهير، على خاطر في مباراة مستقبل سليمان أحمد خليل صرح قال الملعبية عندهم مشكل في ملعب رادس، ضغط الجماهير أثر عليهم بالسلب. لكن بعد 3 مقابلات إيجابية أمام مستقبل سليمان، سيدي بوزيد واتحاد بن قردان، نورمالمون اليوم نشوفه في ملعب رادس ملعبية متحررين، نورمالمون اليوم نشوفه في ملعب رادس ملعبية أكثر إيجابية. لكن بصراحة ورغم الانتصار ما شفتش هذا اليوم على أرضية الملعب. المردود اللي ظهر به اليوم النادي الإفريقي ما نجموش نقولوا عليه في البلايوف الفريق باش يتغير 180 درجة، الفريق باش يزهي الجماهير، الفريق باش يراهن على البطولة، هذا الكل مازال بعيد. لأنه في الفترة الحالية نحكي على الفترة الإيجابية، عمره ما كان ضغط الجماهير هو اللي كبل ساقين الملعبية. المشكل وبسبب منع الانتداب الافكتيف متاع النادي الافريقي مازال تعب، الافكتيف متاع النادي الافريقي مازال بعيد، باستثناء 6-7-8 ملعبية البقية شكارة والبحر. مال النتائج الإيجابية الفترة الأخيرة شكون جابها؟ جابتها الجماهير وجابها اسم النادي الافريقي، وهو باش نقول لك علاش. رغم أنه ثم بعض النقاط اللي تغيرت وتغيرت للإيجاب وأكيد باش تزيد تتحسن أكثر، وخاصة لو النادي الإفريقي في المقابلة القادمة أمام الأولمبي البيجي في بيجا يرجع بنتيجة إيجابية. اليوم أهم نقطة شفتها في النادي الإفريقي على عكس المقابلات الفارطة، ممكن حتى لو كان متواجدة في المقابلات الفارطة اليوم النسبة كانت أعلى، اليوم ملعبية النادي الإفريقي شفتهم أكثر إصرار على الانتصار. إيه معلاش، رغم الإصرار على الانتصار ورغم النتائج الإيجابية الفترة الأخيرة ورغم أنه مستقبل الرجيش أضعف فريق في المجموعة الثانية، علاش اليوم النادي الإفريقي ما فازش بنتيجة عريضة؟ السيناريو اللي كانوا يستنوا فيه تقريبا جميع الكلوبستية، على خاطر ما شفناش خدمة متاع مدرب على أرضية الملعب. شفنا ملعبية واقفين، كيفاش واقفين؟ هو النادي الإفريقي تقريبا لليوم ضاغط،
ضاغط على خاطر يهاجم بأكثر عدد ممكن من الملعبية ضد فريق نحبه ولا نكره متواضع. مثلا راهو مش مشكل تهاجم بثمانية وعشرة ملعبية، تنجم تهاجم بعشرة ملعبية، لكن ما تكونش خطير في الهجوم. علاش؟ على خاطر من الجانب الآخر وقت اللي تواجه فريق ضعيف راهو باش يلعب لك بعشرة مدافعين. هنا شنو الحل؟ هنا الحل انك باش تخلق فرص. كيفاش باش تخلق الفرص؟ يلزمك تحل الادفرسير، يلزمك تلعب على السباس. اليوم شفنا ملعبية النادي الإفريقي تقريبا يهاجموا بأكثر عدد ممكن، لكن في نفس الوقت واقفين. اليوم ما شفناش ليزيندو، اليوم ما شفناش خوذو هيت، اليوم ما شفناش اللعبة ورا ظهر الادفرسير، اليوم ما شفناش اللعبة في الاسباس، اليوم ما شفناش المثلثات، اليوم ما شفناش المربعات. اليوم شفنا فريق يعطي كرة، يرجع له كرة، يعني ما لقاش الحل. الحل فاش لقاه؟ الحل لقاه في التير دو لوا، كيما التسديدة متاع أحمد خليل اللي ضربت على البار. الحل لقاه في السونتراجات، في الكورنرات، في الكفرونات. الحل لقاه فردي عن طريق آدم قرب. والطريقة هذه متاع اللعب، ورغم أنه النادي الإفريقي تحسن ما ننكروش الشيء هذا، لكن ما تنجمش تربح بها أندية كبيرة. ما تنجمش على سبيل المثال تربح بها الترجي الرياضي، النجم الرياضي الساحلي، الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردان. اللعبة هذه هنا شفناها فزت على مستقبل رجيش بصعوبة كبيرة برشا. شفنا تسديدة بالرأس عن طريق آدم قرب ضربت في الديفونسور، هدف للنادي الإفريقي. رغم أنه هدف نحبه ولا نكره، لكن نحبه النادي الإفريقي أكثر حركية للملعبية متاعه. اليوم شفت ملعبية عبارة بيبي فود، عرفتوها كالبيار السانك في البيار السانك. نجمشي في البيار تبدلها في بلاصة التروا، ماك ما تنجمش. كيف كيف اليوم ملعبية النادي الإفريقي، شفت ملعبية في وسط الميدان، ركشين في وسط الميدان يستنى باش ياخو كرة، ما يعملش السوليسيون، ما يخلقش السوليسيون لصاحبه، لا وقف يستنى في الكرة ياخوها يرجع حاله تمشي كرة لآدم قرب. يعني عبارة نحكيه على الهوند، الهوند ما واضح، الكرة على اليمين ترجع للوسط تمشي لليسار، ترجع للوسط تمشي لليسار، وهكاك يا تشوت من البعيد يا تشوت على جنب. هكاك اليوم النادي الإفريقي عبارة نحكيه على مقابلة متاع كرة يد. اليوم النادي الإفريقي كان اللعب متاعه مكشوف. مرة اثنين يفهموا طريقة اللعب متاعك، ما عادش تشكل عليها مختار، يركش لك التالي. كيف مركش لك اليوم دفاع مستقبل رجيش، وهاتش عندك وريني اش عندك، باش تلعب على السونتراجات نرجع لك الكرة، باش تتريبل نعرفك شنية باش تعمل بالضبط. المشكل هذا يلزم السعيد السابي هو اللي يلقى له الحل. كيف باش يلقى له الحل؟ في التدريبات يلزم ينوع في اللعب متاعه. وعلاش شخصيا قاسي مع ملعبية النادي الافريقي؟ قاسي مع المدرب باش ما يتيحوش في نفس الغلط. النادي الافريقي في السابق نقولوها ونعودوها، زوز مقابلات إيجابية، زوز انتصارات على التوالي، الجماهير الكل فرحت، النادي الإفريقي رجع، هيا 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 النادي الإفريقي رجع قوية، ينهزم أمام اتحاد بن قردان، وينهزم كيف كيف أمام الاتحاد المنستير، ورجعت النادي الإفريقي نفس المشاكل، النادي الإفريقي تلعب على تفادي نزول. هذا الكل ما يلزموش يصير، هذا الكل نحكي فيه باش النادي الإفريقي المقابلة القادمة أمام الأولمبي البيجي كان يحب يتأهل للبلاي اوف، وهو أكثر ثقة في النفس. أهم مقابلة حاليا بما أنه مازالت المقابلة الأخيرة، يلزم يروح بنتيجة إيجابية أمام الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي اللي خسر اليوم، لكن تقريبا عنده سلسلة إيجابية من 7-8 مقابلات ما نهزمش فيهم، ومع هذا النادي الإفريقي قادر أنه يعود بنقاط الانتصار أمام الأولمبي البيجي في بيجا. وشفنا هذا في المقابلة الفارطة أمام اتحاد بن قردان. اتحاد بن قردان راهو حاليا متصدر المجموعة الثانية، لكن النادي الإفريقي كان قادر أنه يروح بالنقاط الإيجابية، كان يروح بالنقاط الكاملة 3 نقاط لولا الحكم اللي نعرفه كل شنو يعمل في المقابلة. لكن رغم هذا الكل، أهم شيء بالنسبة للنادي الإفريقي الانتصار 3 نقاط، على خاطر اليوم ممكن كان النادي الإفريقي أنه يقدم مقابلة كبيرة، مقابلة إيجابية، لعب كبير برشا وما ينتصرش، تعتبر مقابلة سلبية، تعتبر خسر النقاط متاعه. لكن اليوم النادي الإفريقي ربح النقاط متاعه، وهذا أهم شيء باش يخليه يمشي مباراة الأولمبي البيجي بأكثر ثقة في النفس، يمشي مباراة الأولمبي البيجي من أجل 3 نقاط. في ختام الحلقة، البياري متبقى كبش يقول لكم حظ موفق للنادي الإفريقي، حظ موفق للمنتخب التونسي اللي تستنى فيه بكنا نعرفه مقابلة مهمة، أول مقابلة بعد كأس العالم قطر 2022 ضد المنتخب الليبي، مقابلة مؤهلة الكأس
إفريقيا الكوت ديفوار 2024، حظ موفق اللاعبين الدوليين في الدوري التونسي في الدوريات الأوروبية. وفي ختام الحلقة البياري متبقى كيفاش يقول لكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، سلام.